بيقولوا خلقت الفرص لكي تقتنص على الفور، بيقولوا الفرص السانحة كشروق الشمس إذا لم تنتهزها ضاعت. وكمان بيقولوا اجعل اهتمامك بالفرصة التي تنتزعها وليست الفرصة التي تمنح إليك. صباح جديد وإشراقة أمل تحمل في طياتها المزيد من الفرص الرائعة. صباح الأمل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من الموسم الثالث من برنامج بيقولوا. هكون معاكم أنا أحمد وافي ولمدة نص ساعة من الساعة 11 ونص الصبح، وهيكون معايا شيماء محمود. أهلا بيك يا شيماء. أهلا بيك يا أحمد، صباح الخير. وريهام الصرافي. أهلا يا أحمد، صباح الخير. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير صباح يا ريهام، وصباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدينا. النهاردة موضوعنا مهم أكيد، مين فينا ما يقدرش ينسى دور الفرصة في حياته، وقصص كتيرة بتكون على الفرصة، صح يا ريهام؟ صح. خليني الأول أصبح على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وتعالوا أحكي لكم حكاية. في عهد ملك من الملوك القدامى كان في سجين محكوم عليه بالإعدام، ومفترض أن الإعدام ده هيتنفذ في اليوم التالي. دخل عليه الملك بنفسه وقال له أن أنت الزنزانة اللي أنت محبوس فيها دي موجود فيها مخرج واحد معلهوش لا جنود ولا حرس، ولو لقيت المخرج ده هتكون فرصة أخيرة أن حكم الإعدام ما يتنفذش فيك، لكن لو ملقيتوش للأسف هيتم تنفيذ حكم الإعدام فيك في اليوم التالي. طبعا السجين فضل يدور في كل ركن وفي كل زاوية من الزوايا علشان يلاقي المخرج، عايز ينقذ حياته طبعا بأي شكل. لكن بعد تدوير وعناء ولف السجين يأس واستسلم، وهو قاعد مستسلم دخل عليه الملك وقعد يضحك من استسلامه وقال له أنا كنت سايب لك باب الزنزانة مفتوح على مصراعيه ولا عليه حرس ولا جنود، وقال له تعلم أن تولي الفرص السانحة فرصة من تفكيرك ولا تقتصر عن التنقيب عن الفرص المختفية دائما. مين فينا ما بيحلمش بفرصة؟ ومين فينا مش مستني لحظة يستغل فيها كل إمكانياته وكل مواهبه علشان خاطر يوصل للي هو عايزه؟ لكن السؤال المهم اللي احنا بنسأله وبنسأل السادة المشاهدين هو ممكن يكون فعلا في فرصة قدامي وانا مش شايفها، وممكن يكون في فرصة وانا مش عارف استغلها؟ إجابة السؤال ده هنعرفه لكن بعد الفاصل، استنونا.